ونختم بهذه الصور من الولايات المتحدة، حيث احتفل لاعبو جاكسونزفيل شاركس بتسجيلهم لهدف أرضي في مباراة ضد تامبا باي ستورم ضمن دوري أرينا لكرة القدم الأمريكية. واحتفل لاعب الفريق بمحاكاة حركة كان يقوم بها النجم السابق للمصارعة الحرة دوين جونسون الملقب باسم ذا روك. وتعرف رياضة المصارعة الحرة الاستعراضية WWE تعرف جماهيرية كبرى في الولايات المتحدة، كما أنها شهدت انتشارا في الدول العربية عبر الفضائيات خلال السنوات الأخيرة. Another score for Jacksonville. They're up by 40 points. And when you're up by that much, you can do things like this. It is him. And London Crawford goes in for the pin.